السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مازال معكم في الجزء الثاني مباشرة من المحل عند ريدا شوب، واليوم غادي نهضر غير على الأشكال ديال لي باسكت مع ذكر الثمن ديال أي حاجة. بالنسبة لليفغازون راه كيدير جميع المدن المغربية ب40 درهم، والناس ديال كازا غير ب10 دراهم فقط. أكيد غتبقاو معنا حتى نهاية الفيديو باش تكتشفوا معنا الهميزات ديال ريدا شوب. مرحبا بكم ألف مرحبا، بقاو معايا ما تمشيو فين. هذه 130 درهم، هذه دايره غير 130 درهم فقط. غتبقاو معنا باش غادي نوريكم جميع الاشكال بطبيعه الحال. سي محمد اللي غادي يهضر لكم اليوم ماشي انا. اختي نسيمه عندو تبارك الله لهذا الخير ديال الطابلوات، غنبداو بالفتيات الدريات باش ما نساوهمش حيت من قبيله وحنا غير مع الدراري وداك الشيء الحوايج ديال الكبار. غنمشيو للفتيات، نبداو بالطابلو ديال 36. كيف ما تتشوفي راه فيه واحد الكوكتيل وفيه واحد الاختلاف ليه هو كبير. انا اللهم بارك كاينين لي جوردن عندنا، انا ذاك جوردن غير على غفله. هانتي جوردن المليحه الثمن ديالها تتبقى غير ب 330 درهم. بالنسبه لهاد الجوردن راه فيهم من 36 حتى 44، وكل طاي كل بوانتوغ فيها واحد الاختلاف ليه هو كبير. هذا جوردن كيبغيوها هاد الايامات بزاف، دايره هادي جوردن كاط على واحد الاقبال كثير بزاف. بالنسبه للبالونسياغا راه حتى هي ديسپونيبل لا فيرسون جديده ديالها، دايره 260 درهم. عندنا البيما، الناس العشاقه ديال بيما 140 درهم. مزيان انت تبارك الله، شوفي اللوينات اللي فيها لونين سيكفلون. انا الله مبارك المليح. وكيف ما تنقول لك يعني اي حاجه تلقاي الثمن ديالك، يعني كي لقيتي الدراري كي ما لقيتيش الدراري راه ما كاينش اللي تشوفيه في الفيديو هو اللي تلقاه في الواقع. مرحبا بالجميع. في نفس الوقت كاينه هذا الفالكون، فتيات تلبس مع الجلابه وكلشي المليح. شوف لي الطبعه الاديداس، يعني الخدمه ديالها واعره نمبر 1. هذه تتبقى 160 درهم. في نفس الوقت كاينه شنو نديرو شنو نوجدو، كاينه هاد الاغماكس اللي دخلت الفيرسيون جديده ديالها. حتى هي راه دخلت 200 درهم، دخلوا فيها هاد اللوينات. شوف 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 اللوينات ديالها زوينين، يا سلام لونين سيكفلون. انا اللهم بارك. هذا بالنسبه للطابلو ديال 36. انت تشوفي هاد الكوكتيل تبارك الله عليه كثير. الايزي 150 درهم جمله وما دايرهاش. لا زوينه، شوفي جمله وما دايرهاش. حنا ما كاين غير هرز دكدك، عرفتي شنو هي هرز دكدك؟ غير عند ريدا شوب. ها انت شوف لي هاد المباركه، هادي الالكسندر حتى هي برانيه. انا وحده راه محيده الفراشه من الداخل باش تشوف الخياطه من الانتيريور كيفاش دايره. بصح هادي الثمن ديالها تتبقى غير ب 80 درهم فقط. 80 درهم اللي ما بغاش يلبسها انت، هاي 80 درهم. لا زوينه الكسندر ديال برا، انت حتى الخياطه دايزه من برا فينيا. لا والله عن جد، واش هو الثمن ديال الطريق ولا ديال البحار ولا ديالاش؟ مي لا اله الا الله، الله يحسن. هادو هما لي صوب. حنا مع المواطن البسيط تنحاولوا ما امكن نقلبوا لهم على الهوته فين ما كانت. غنحاول اختينا نديرو كل طابلو ناخذ لك منه واحد لي كوكتيل. هذا اللي كان واحد، هادي عندي هنا الطابلو ديال 37، باش اللي في 37 عجباته شي حاجه يقدر يسكرينيها ويدور عليها وغير يصيفطها لنا الدري. اوكي انا اللهم بارك. دخلنا هاد لاختيكل جديد، شوف لي شوف لي شوف لي البيته ديالو، دخل واحد اللوينات واعرين. انا اللهم بارك. الثمن ديالو تيسطي 120 درهم، يعني اللي ما بغاش يتبوقص ما بغاش يدي المليح. انت اللهم بارك المليح بارخص الاثمنه. شوف لي هاد اللوينات هادو اللي دخلوا 120 درهم. 120 درهم، 120. انت مع تدخل تنديروا لي تيكيت تنديروا اي حاجه تلصقوها، باش الواحد ما يبقاش كيسول ما يبقاش وما يكونش هذاك سوء تفاهم. تمشي للكومونتير تقرا تقول لك تتقولوا لنا ثمن في فيديو وتجي تلقاو ثمن. لا 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 ما كاينش داك الشيء. تنحاولوا ما امكن الحمد لله واحد السمعه طيبه، وكيف ما شفتونا نهار الاول كيف ما مازالين معكم، كيف ما ان شاء الله نستمروا معكم ان شاء الله، حيت بكم ومعاكم باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. ان شاء الله وبالنيه وحسن المعامله. مرحبا بالجميع. انا كيف ما تتشوف شوفوا شي موديل خاص. نمشيو للزوم الدريات اللي بغات ولا الدراري اللي بغا يدير شويه ديال السبور. اييه 150 درهم. انا المليح كاينه الكونتيننتال
حتى هي تتبقى غير 150 درهم، يعني تنقول الكونتينونتال المليحه انت شي طبعه في الفراشه المليحه دي تاخذ لا فورم ديال الرجل 150 درهم. الديوغ هذا هي ديوغ، هذه ديوغ فيها 3 كولور ماشي فيها غير هذا الابيض، فيها النوار والابيض والكري ديالها، هذه حتى هي داخله غير مسولديه، مازال جمله دايره 400 درهم عند ريدا شوب، تاخذوها غير ب 200 درهم، يعني تدوي وريني الفينيسيون. شوفي غير لافينيسيون، نوريك غير لاسيمين ديالها تبارك الله كي غليظه، هانتي كي مخدومه، ها الخياطه من الانتيريور ديالها، الخياطه من برا، لافينيسيون غرام ديال الكولا ما يبانش ليك، تجيب المليح وتتبيعو بوجهك احمر، واللي مشى تيرجع. الحمد لله. مرحبا بالجميع، الحمد لله، كاينه واحد السمعه طيبه. نمشيو دابا. نسمع ندوزو حتى 38، حيت كاينين دي زاختي اللي تيتعاودو هنا وهنا، تنحاول كل طابلو. بعجاله هنا بالنسبه ل 38 انت تشوف واحد الكوكتيل، غنمشي لك الاير فورس شي حاجه اللي ما دوزناهاش بحال بحال، غنمشي لك الاير فورس دخلت هي في هاد لي 3 كولور، وكيف عارفين الاير فورس راه دخلت البارح واحد 3 لي كولور زوينين فيها، دخلت هادي ودخلت هاد لا كولور ودخلت هاد لا كولور، هادو اللي كان عليهم واحد الاقبال كثير، الثمن ديالهم غير 150 درهم يوم من 36 حتى 40، هادو ديال التوب يبقاو غير ب 140 درهم. أيه. يعني ماشي حتى لا فيديو نقول لك شحال نخليو هادي واش نديرو لهادي، بالعكس نعطيك لا فان ديال لا فان تجي. أيه. وانت مرتاح تدخل بطبيعه الحال، داكشي الواحد اللي بغيتي اللي عجبك تحسب الكالكول ديالك تجي، ما تلقاش تجي المحل عارف اش غتاخذ، يعني عارف تاخذ عارف لاصون، انا 120 درهم اير فورسات، اير فورس راه تجربها من لهنا، كل ما كانت غليظه عامره صحيحه المليح ب 120 درهم. نمشيو للعقيق، هادي خفيفه وفيها واحد الماساج. كيفاش العقيق؟ العقيق اختي هادي حيدي لي هنايا، انا نوريك نشوف شي كولا وحده اخرى مفتوحه. واش شتي شي سحاب لي انا سميتها العقيق؟ تبر ديجا سميتها العقيق. وحده اخرى مفتوحه. اوكي. هانتي ديري هنايا العقيق باش يعطيك الغوفلي، حيت هنا الغوج ما بانش لك، هنا يبان لك العقيق هادشي علاش مسمينا. تيعطي واحد الغوفلي زوين بزاف لتحت، هذه الثمن ديالها تتبقى غير 150 درهم، هانتي اي حاجه فيها الثمن، هذا الكحل في الكحل كاين الكري، عندي هذه اللي تاهي واحد الاقبال بزاف، نايك 200 المليح 120 درهم، يعني تنعطيك شي اثمنه خياليه، شوفي لي هاد الالكسندر هذه، هاد البريوني فيها المليحه، هذه كانت دايره 300 درهم جمله، مازال دابا تيبيعوها ب 500 600 درهم، تندوي على الالكسندر الاولى كاليتي البريمي 100 درهم اختي نسيم، 100 درهم مزيانه. اوكي يعني المليح، كاينه هذه اللي قلنا ديال 80 درهم اللي عندها الغوفلي اللور، وكاينه هذه 100 درهم. مرحبا بالجميع، غنزيدو معاك نمشيو حتى 39، نديرو فيها واحد الاطلاله حتى هي خفيفه. لا اللي ما دوزناش انا اللي ما دوزش، علاش نوقفك حدا كل طابلو باش في نفس الوقت 39 حتى الناس يشوفوا معنا شنو كاين في 39، وراه ما كاينش غير هادشي، راه كل نهار تيكون واحد الاختلاف. غنديرو لهم سوبر ستار هنايا، ندوزوها لهم سوبر ستار 180 درهم، 180 تندوي على سوبر ستار المليحه. ها هي نمشيو لهم لهادي بعدا بالخصوص، دايرين عليها واحد الروينه هنا في السوق، شوف لي لاسيمين ديالها من الداخل كلها مطبوعه بالاديداس، يعني كيف كاينه في الدوريجين كيف كاينه عندنا، هنا خياطه من برا وكلشي 180 درهم، هانتي راه بليزيوغ كولوغ كاينين فيها. ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله. بالنسبه للاير فورس هي راه كاينه الدي ميكس، كاينه الدي ميكس، ها هي كاينه الدي ميكس، كيف بغيت نوريك اختي. كتحيدهم كتحيد لها الفراشه ديالها. هانتي الفراشه هذه فراشه ميديكال، شو تبارك الله قداش مزيان، هذه يعني واخا تقاد لك السبرديله تتشد الفراشه ديالها، كتحتفظ بها، تتشد الفراشه ديالها، هذه راه ميديكال وتتقضي الغرض. يلا سمعتيني. دخلت هذه حتى هي اللي فيها الضحيكه 180 درهم، انا شوف لي هاد اللوينات 150، هذه 150 درهم انترناسيونال. شنو نزيدو، كاينه الزوب هادي 120 درهم، الله كاينه شنو نديرو البيما البالانسياغا اللي تاهي عليها واحد الاقبال، كاينه في اللوان 170 درهم سولد ارخص الاثمنه غير اللي ما بغاش، مازال معنا هادي حتى هي الايزي دايره 180 درهم فيها اللوينات، ستان سميت 120 درهم، انا نص خياطه حد هنا المليح
غير اللي ما بغاش يتبوك الخياطه حتى اختي في الدوريجين ملي تمشي لجوجل وتطابي ستان سميت تلقاي الخياطه عندها حد هنا ماشي دايره الخياطه كامله فهمتيني حيت يدخلوا بليزيوغ كاليتي مي ماشي كيف ما كيف ما تنقول كيف ما تشوفها في الدوريجين كيف ما تلقاها هنايا مرحبا بالجميع شنو نقولوا كاينه هاد الكونفيرس هي طالعه الفيرسيون الاخرى ديالها تبقى ب 300 درهم هادي عاد جبتوها لا هادي كانت ومبقاتش واحد لا كونتيتي وعاوتاني دخل راه عندنا هادي وعندي لا فيرسيون الاولى ديالها راه دايره غير 220 درهم ها هي لا فيرسيون الاولى ديالها هادي 220 وهادي 300 درهم هادي لا فيرسيون الاخرى ديالها مرحبا يعني الموديل الاخر ديالها اييه كاينه عندي هادي دير 180 درهم اير ماكس فيرسيون جديده ديالها راه فيها 3 كولور سيستم مليح تي ان الناس اللي كانوا يسولوا عليها في البوانتور الصغيره راه كاينه دايره 280 درهم هنا تندوي على تي ان المليحه تتورك السيستم كل ما تيكون تي بومبي راه نمبر 1 مرحبا بالجميع العشاقه ديال الفيلا ديال برا اللهم بارك 130 درهم انا ما بغيتش تبوكس هنا 120 درهم سيلفر حتى هي 120 درهم لا لا زوينه مرحبا تندوي هذه راه خرجت من 1997 ومازال معانا دابا تتخرج المليح تتجي واعره في اللبسه وغير ب 120 درهم السوق بارخص الاثمنه يعني حتى الدرو تسرى مع راسك مزيان عاد جيت تشوف معانا ايوا انا دائما كنقول الامثله ما نغش انا فليس منا اللي كاين غادي بواحد النيه وبواحد الصفه وغادي باستمراريه كيف ما تتقول ما تنشوفوش غير حدا نيفنا تنشوفو بعيد ولا لا حشمنا مع الجميع كيف ما درنا واحد التقديم من 36 ل 39 ان شاء الله نديرو واحد لا بريزونطاسيون من 40 حتى 44 مرحبا بالجميع هانتوما لي طاي كاملين كاين او النمرات كاملين كاين مرحبا يلا هانتي اختي نسيمه كيف ما تتشوفي معايا هنايا عندنا الكورتيز لي غنيه على التعريف حتى هي الثمن ديالها تيبقى غير 180 درهم ها اللوينات ديالها تبارك الله اللهم بارك كاينه الورش لا فيرسيون جديده شوفي لي لاسيمين ديال الخدمه كيفاش دايره هانتي راه فيها حتى لا بغيتي تمشى تمشي بسرعه تدير غير زائد الا بغيتي تمشي بشويه دير ناقص يا ولا عندها الفران عجيب هاي 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 هانتي الثمن ديالها 150 درهم 150 درهم هذا تصلح لي انا اللي كنقيل الزربانه غادا نصور كنخرج من الدار بلا عقل صافي هادي شوفي غير لبستيها تمشي بك كنمشي كنطير 150 درهم مرحبا بالجميع سمح الله واقيلا اللي لبست سبرديله بلا ما يقبض بتي تاكسي فحال يوميا كنقيل كنتنقل الزومون هادي كلشي بارخص ثمن انا الناس العشاقه ديال جوردن 1 باش ما نساوهاش دخلوا واحد 3 كولور واعرين ودخل فيهم واحد الصولد جد مناسب سبرديله حاليا دايره 350 درهم جمله انا اللهم بارك ديتاي عند رضا شوب تتبقى غير 180 درهم دخلوا فيها هاد لي 3 كولور هنا انا نوريك هاد لاكولور حتى هي شوف ليا ماشي تن صافي راه الثمن لا علاقه شوفي النايك كيف محفوره جميع المواصفات فيها ماد ان فيتنام الخياطه من الداخل غير سولدي تتبقى الثمن ديالها 180 درهم راه حتى هي ديسپونيبل في كاع البلايص من هنا نمشيو للبيما البيما عندنا لا لا عندنا هاد البيما العشاقه 180 درهم لا ما نديرو السيسبانس هنا 180 درهم باش اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها يتبع معنا لا فيديو مرحبا بالجميع راه يصيفطوا للدري توصلوا حتى للدار ولا يجي مرحبا به كاين واحد لو شوا كثير هنايا اللي تقدر كل نهار تجي تشوف شي حاجه جديده كاينه هاد الزوب 120 درهم هنا فيها لوينات واعرين اي سبرديله تقريبا مكتوبه فيها الزوب خصيصه للسبور لبسها وانت مرتاح الوليدات اللي عندهم معلومه زوينه هذه لا مارك الزوم خصيصا للسبور يعني تتلبسها وانت مرتاح بالنسبه للوليدات اللي في المدرسه ولا شي حاجه راه
الثمن ديالها جد مناسب. هلا اللهم بارك. حتى انا راه كنستافد معاك دابا. مرحبا اختي نسيمة. ولكن كنستافد. انا 180 درهم، هذه حتى هي الزوم، راه كاينين بزاف ديال لي موديل فيهم. هذه حتى هي الزوم، هادو كاع دي فيرسيون ديال الزوم، هادو يبقاو ب 150 درهم. حقيقة ما كملناش 42 و 44 و 43 باش ما يجيش هاد الفيديو الطويل، ان شاء الله عن قريب غادي نكمل لكم الجديد ديال ميزات رضا شوب. الى اللقاء.